الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا الأصل في العبادات التوقيف على الأدلة، أعيدها مرة أخرى، الأصل في العبادات بكل متعلقاتها التوقيف على الأدلة. الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف على الأدلة، فلا حق لأحد أن يتعبد أو يلزم غيره بتعبد إلا وعلى ذلك التعبد دليل من الشرع، فإن العبادة أمر من الله تبارك وتعالى، فلا حق لأحد أن يشرع للناس عبادة إلا وعلى تشريعها دليل من الشرع. يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأي عبادة لم يأذن الله بها شرعا فليست بعبادة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، أي المحدثات في الدين، فإن كل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، أي المحدثات في الدين وهي البدع. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي عبادة قولية أو عملية فإن مرد تشريعها إلى النص، فإذا جاء النص بتجويز التعبد لله عز وجل بها أثبتناها في شريعة الله، وإذا لم يرد النص فإنها بدعة في الدين مذمومة وضلالة، لا يجوز لأحد من المكلفين أن يتعبد الله عز وجل بها. وعلى ذلك فروع، منها جميع البدع تردها هذه القاعدة، جميع البدع المنتشرة في العالم الإسلامي والعربي تردها هذه القاعدة. فبدع القبور التي يتعبد لله عز وجل بها كلها باطلة لعدم وجود الدليل الدال على جواز التعبد لله بها. والأذكار الجماعية ليست بعبادة ولا بقربة ولا بطاعة باعتبار وصفها لعدم وجود الدليل الدال على تشريعها. وما يسمى بالحضرة وهي الرقص على أنغام الطبول مع قول الأذكار، كل ذلك من البدع المحدثة في الإسلام. والاحتفال بالمولد النبوي أو الاحتفال بليلة الإسراء والتي يجعلها المحتفلون بها من جملة الطاعات والعبادات والقربات لرب الأرض والسماوات، كل ذلك مما لا دليل عليه ولا أصل له في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع البدع كلها تدخل تحت هذا الأصل العظيم، فلا يجوز لك أن تتعبد بعبادة إلا وعلى ذلك التعبد دليل من الشرع. فإن قلت: وما معنى قولك في القاعدة بكل متعلقاتها؟ الجواب: معناه أن ما كان الأصل فيه التوقيف فمتعلقاته، فالأصل في متعلقاته التوقيف، وبما أن الأصل في العبادة التوقيف فجميع متعلقات العبادة يكون توقيفيا، فزمانها مبني على التوقيف،
ومكانها مبني على التوقيف، وشروطها مبنية على التوقيف، وأسبابها مبنية على التوقيف، وصفة العبادة مبنية على التوقيف، ومقدار العبادة مبني على التوقيف، ومبطلات العبادة مبنية على التوقيف. إذن العبادة بكل متعلقاتها مبنية على التوقيف، لأن ما كان الأصل فيه التوقيف فالأصل في متعلقاته أيضا التوقيف. والله أعلم.